شطة بس واحد بس يا حبيبي بتخيب. انا هطلع لقيت ولا هتكون نزلت؟ انا قدامي ساعة. مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ هنتكلم النهاردة في كتاب محاسبة التكاليف الفندقية. احنا دخلنا المحاضرة الصبح واشتغلنا في جزء اسمه ايه؟ حد فاكر؟ الرقابة على التكاليف، صفحة 142. دخلنا شرحنا مفهوم التكاليف المعيارية أولاً، قياس وتحليل انحراف الإيرادات صفحة 144، والحل صفحة 145. وقلنا هنكمل قياس وتحليل التكاليف المرة الجاية إن شاء الله، وهنخلص المرة الجاية في الفيزيكال الجزء اللي هو خاص بالرقابة على التكاليف المعيارية. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ازيك يا احمد؟ ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ الحمد لله، انت بخير. هنتكلم اه بقى، الحمد لله، كويس الحمد لله. عملت ايه في الامتحان؟ كله كويسين، كله كويسين والحمد لله. امتحان كويس؟ برافو عليك، برافو عليك، اه شاطر. كله كويس والحمد لله، طيب الحمد لله، حليت شاطر، كله، حليت كله كمان. تمام، انت شاطر، ماشي ماشي يا دكتور، انت من الناس قبل الامتحان الترم الاول ان شاء الله. ان شاء الله وتجيب كده تأجير فيه بإذن الله. ماشي ماشي هنتكلم ماشي النهارده ماشي يا في دكتور. الكتاب، هنفتح الكتاب مع بعض، صفحتي يا دكتور، صفحة 87. انا لسه ذكرت حالا مذاكرها؟ قبل المحاضرة. ها ذاكرتها؟ إعداد الإيه؟ اه الخطط اعداد الخلق، اعداد الخطط والموازنات. والموازنات، عايزين نعمل الخطط والموازنات. طب لما أجي أعمل خطة، الخطة دي بتكون للسنة الجاية ولا السنة اللي فاتت؟ لا من السنة الجاية، برافو، بعمل خطة للسنة الجاية. عشان أعمل دي سنة 2024 السنة الجاية. عشان ها أعمل خطة لسنة 24، يبقى الموازنة التقديرية، التعريف صفحة 88. الموازنة التقديرية خطة مالية شاملة، خطة فلوس، خطة مالية، خطة أرقام، وحدات، فلوس، تحدد الأهداف اللي بتقرر الإدارة العليا تحقيقها. إيه الأهداف اللي الإدارة هتحققها خلال فترة زمنية مقبلة، ولا فترة زمنية ماضية؟ خلال فترة زمنية هتيجي مقبلة اللي هي 24، وتحدد الوسائل اللي تتبعها عشان تحقق الأهداف بأفضل تكلفة اقتصادية ممكنة. يبقى انا عايز السطرين دول في الصفحه ديت. بعد كده هتمشي معايا، هتمشي معايا في الحته ديت. هنقول الموازنه، ايه اهداف الموازنه؟ الموازنه بتحقق لنا 3 حاجات: تخطيط، تنفيذ، اتخاذ قرار. يبقى الموازنة بتحقق كم حاجة يا شباب؟ تخطيط، تنفيذ، اتخاذ قرار. هتمشي معايا بعد كده إعداد الموازنات. السؤال: ما هي مقومات نظام الموازنة؟ دي صفحة 90، هنحفظهم في 5 كلمات.
اول بند الباراجراف ده كله هنسميه بند المشاركه، اشتراك مدير الادارات والاقسام. يبقى كل المديرين هيشاركوا في الموازنه، يبقى ده اسمه بند ايه؟ المشاركه. كل المديرين هيشاركوا في اعداد الموازنه. نمره 2، اللي بيشارك في الموازنه مدير المشتريات، مدير الانتاج، مدير المبيعات، مدير الافراد، يبقى كل مدير مسؤول عن ادارته. يبقى انت شاركت في الموازنه ومسؤول عن الموازنه دي. يبقى نمره 1 المشاركه، نمره 2 المسؤوليه، نمره 3 استخدام الاساليب الاحصائيه والدراسات الاقتصاديه. يبقى دي من مقومات او من صفات الموازنه. نمره 4 إعداد التقارير، لازم يكون في تقارير مكتوبة عن الموازنة، سواء كانت طبعا لازم في تقارير يا دكتور. قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. خامس حاجة وجود نظام محاسبي، وجود نظام محاسبي. يبقى ما هي مقومات الموازنة؟ لو أنا قلت لك ما هي مقومات الموازنة، خصائص الموازنة، هتقول لي نمرة 1 المشاركة، نمرة 2 المسؤولية، نمرة 3 الدراسات الاقتصادية والأساليب الإحصائية، نمرة 4 تقارير مكتوبة، نمرة 5 بنشتغل في ظل نظام محاسبي متكامل. يبقى دي اسمها خصائص أو مقومات الموازنة، ودي موجودة عند حضراتكم من صفحة 90 91 92. الجزئية اللي بعد كده، طب وظائف الموازنة اللي فات كانت اسمها ايه؟ مقومات. اللي فات كانت اسمها ايه؟ مقومات الموازنة، لكن دي اسمها ايه بقى دلوقتي؟ ها اسمها ايه؟ وظائف الموازنة. وظائف اول زي وظيفة، مثلا من ضمن مثلا بنشتغل اي حاجه. ايه معاك سامعك. ما 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 صممني. أول وظيفة الموازنة خطة للسنة الجاية. بيشتغل في مطعم او كافيه أي او حاجة. بيشتغل في بنك، بيشتغل اي حاجه. الموازنة هتتعمل في أي حتة، أي جهة. فبنقول يبقى أول وظيفة اسمها وظيفة التخطيط، بنخطط للموازنة. اسمها وظيفة التخطيط. تاني وظيفة اسمها وظيفة التنسيق، بننسق. يبقى في عندي تخطيط ثم تنسيق. ثالث وظيفة وظيفة الاتصال، الاتصال بين الإدارات بعضها ببعض. رابع وظيفة الدافعية، يكون في دافع إيجابي إن أنا أنجح الموازنة. خامس وظيفة وظيفة الرقابة، نحلل الانحرافات ونعالج الموازنة. يبقى عندنا هنا كم وظيفة للموازنة؟ 5. الكتاب صفحة 94 92 و93 و94. 92 و3 92 و93 و94 اسمها وظائف الموازنة. تخطيط، تنسيق، اتصال، دافعية، رقابة. طب ايه مزايا الموازنة؟ هل الموازنة دي ليها مزايا؟ اكيد. بتقدم للإدارة أداة تخطيط، أداة تنسيق، أداة رقابية، وضع أهداف، المشاركة بين المستويات الإدارية، تحسين المسؤولية والسلطة، تفويض السلطات، قياس كفاءة الأداء، رسم الخطط، دافع إيجابي نحقق أهداف الموازنة، استقرار النشاط، أداة للاتصال، أداة في مجال التقييم، تخطيط الدخل والمصروفات. آدي 14 ميزة للموازنة. يعني إذا الموازنة مهمة ولا مش مهمة؟ طبعا مهمة. هتقولي طب مهمة؟ المهم طبعا. مهمة طبعا. ليه؟ لأنها بتحقق 14 ميزة. ده الجزء النظري بتاع الموازنات. نخش بقى في الجزء إيه؟ العملي. عايزك في الجزء العملي تفتح صفحة 96 فتحتوها يا أحمد. مفهوم وطبيعة الموازنة. اه فتحت يا دكتور. اقرأ بقى مفهوم وطبيعة الموازنة التخطيطية الفندقية ومبادئها. لا يختلف مفهوم الموازنة في قطاع الفنادق عن المفهوم العام. يبقى الموازنة هتختلف ولا مش هتختلف المفهوم؟ تختلف طبعا.
فهي اسلوب رقابي يستلزم وضع خطة مستقبلية للفندق عن فترة زمنية قادمة، ثم حصر ومتابعة نتائج التشغيل الفعلي على مستويات أنشطة أقسام الفندق وإدارته على مستوى الفندق كله لإمكان. ميرسي يا حبيبي، كتر خيرك. حصر وتحليل التكاليف واتخاذ الإجراءات. تحكم إعداد الموازنة على النحو التالي: في مبدأ اسمه مبدأ الإيه؟ شمول الموازنة، يعني الموازنة شاملة. توزيع الموازنة على فترات زمنية. التعبير عن الموازنة في شكل قيمي نقدي لتوحيد أسس القياس. المشاركة الفعالة لجميع أفراد الإدارة. مبدأ وحدة الموازنة وضرورة ترابطها سواء كانت موازنة فرعية أو موازنة تفصيلية. يبقى تتبلور الموازنة في الفندق اللي أنت هتشتغل فيه إن شاء الله في 5 مبادئ. حد يقدر يقول لي عليهم إيه هما؟ مبدأ إيه نمرة 1؟ الشمول، مبدأ توزيع الموازنة على فترات زمنية، بنعبر عن الموازنة في شكل فلوس قيم، كل الناس بتشارك في الموازنة، وحدة الموازنة لازم تكون موازنة واحدة متوحدة وليها الفروع التفصيلية بتاعتها. يبقى الجزء ده مهم، صفحة 96. طب ايه العامل المؤثر في إعداد الموازنة؟ العامل المؤثر يمثل نقطة البداية في إعداد الموازنة، ويختلف من شركة إلى أخرى، وقد يكون حجم مبيعات، طاقة إنتاجية، مستلزمات إنتاج. عبارات صح وغلط. العامل المؤثر يمثل نقطة النهاية في إعداد الموازنة، صح ولا غلط؟ نعم. العامل المؤثر يمثل نقطة النهاية في إعداد الموازنة. لا، المؤثر ما لا العامل المؤثر يمثل نقطة النهاية في إعداد لا، من الموازنة. نقطة البداية. يبقى العبارة غلط، هو يمثل نقطة البداية. أيوة طبعا. طيب العبارة جي: العامل المؤثر يمثل نقطة البداية في إعداد الموازنة ولا يختلف من شركة لأخرى. لا غلط طبعا، يختلف. يختلف. طب العامل المؤثر قد يكون حجم المبيعات أو الطاقة الإنتاجية أو مستلزمات الإيه؟ الإنتاج. بيبقى العامل المؤثر كام واحدة؟ 3. هنختار واحدة من الـ3. في قاعدة بتقول لك إيه؟ هنعمل مقارنة بين الـ3 ونختار إيه؟ أقل رقم ليكون العامل المؤثر. يبقى العامل المؤثر هو أكبر رقم ولا أقل رقم؟ أم أقل رقم طب امسك غلط، امسك يبقى رقم غلط. امسك الشركة سين، 15,000 وحدة مبيعات، 8,000 طاقة، 11,500 مواد أولية. يبقى العامل المؤثر في الشركة سين المبيعات ولا الطاقة ولا المواد الأولية؟ هنختار أنهي رقم من دول؟ إحنا قلنا العامل المؤثر إيه؟ أقل رقم. المواد الأولية أقل رقم إيه هو؟ 8,000. يبقى العامل تمن المؤثر، تلاف العامل المؤثر هو الطاقة الإنتاجية. طب المعامل المؤثر في صاد 8 ولا 9 ولا 10؟ مبيعات ولا طاقة ولا مواد أولية؟ أقل رقم، يبقى المبيعات. المبيعات. طب في الشركة عين 12 ولا 14 ولا 10؟ 10، عشان هو أقل رقم يبقى المواد الأولية. عشان أقل رقم ده أول نوع المواد الأولية. ده أول نوع من المسائل. صعب ولا سهل؟ لا، ما أسهل بكتير أوي يا دكتور. طيب النوع الثاني، بص معايا كده، النوع الثاني عندنا مبيعات لمجموعة من السنوات،
مبيعات لمجموعة من السنوات، السنوات عدت يعني، بس عايز اعمل جي 8. ايه هي المبيعات ديت؟ نبص كده مع بعض. 87، 88، 89، 90، دول كام سنة؟ هم 4 سنين. 4 سنين. عندي مبيعاتهم 4 سنين فاتوا، كانت ب 3000، ب 7000، ب 9000، ب 12000، لغاية كده حلو قوي. طب مبيعات السنة الجاية اللي هي مثلا سنة 24، اللي هي سنة 91 هنا، هتكون بكام؟ هي كانت ب 3، بقت ب 7، زادت 4، بقت ب 9، زادت 2، بقت ب 12، زادت ب 3. طب يا ترى الزيادة ثابتة ولا متغيرة؟ متغيرة. نعم، غيره طبعا يا دكتور. طب يبقى هنجيب سنة 91 مبيعات 91 ازاي؟ دي طريقة اسمها حجم المبيعات باستخدام معادلة الخط المستقيم. حجم المبيعات باستخدام معادلة الخط ايه؟ المستقيم. تعال نشوف معدل التغير، هتجيب معدل التغير الأول. حجم المبيعات في آخر سنة معطاة، آخر سنة معطاة سنة كام؟ آخر رقم عندنا سنة 90، كانت حجم المبيعات 1990 ميلادية. 12000 ناقص حجم المبيعات في أول سنة اللي هي بكام؟ تمام، ب 3000. 3000 ناقص يبقى 3000 على 12000 2000 زائد 87. ناقص 3000 على آخر سنة معطاة 90، سنة الأساس 90 زائد 87 يطلع 3، سوى 9000 على 3 سوى 3000. 3000. ال 3000 دول اسمهم إيه؟ معدل التغيير. ده معدل التغيير. معدل التغيير. طب مبيعات سنة 91 هنجيبها إزاي؟ هاخد مبيعات سنة الأساس، ده قانون لازم نحفظه، زائد معدل التغيير في المدة بين السنة محل التأجير وسنة الأساس. إيه الكلام دوت؟ تعال نشوف مبيعات سنة الأساس اللي هي السنة الأولى بكام عندنا؟ 3000 زائد 3000 معدل التغيير احنا جايبينه بكام اهو؟ طلع بالصدفة نفس الرقم 3000. يبقى 3000 معدل التغيير هو اللي اتحط هنا. المدة بين السنة محل التأجير 91 وسنة الأساس 87، يبقى الفرق بينهم 4 سنين. 3 في 4 ب 12 زائد 3 يطلع 15000. يبقى المبيعات بتاعت سنة 91 هتطلع ب 15000 جنيه. ماشي لغاية كده يا أستاذة معايا؟ يبقى ماشي يا دكتور. أخدنا كام نوع من المسائل دلوقتي؟ نوعين. النوع الأولاني إزاي بنجيب العامل المؤثر؟ النوع الثاني إزاي بنجيب رقم المبيعات في السنة الجاية؟ مش لازم تكون مبيعات، ممكن تيجي مصروفات صيانة، مصروفات أدوات كتابية، تكاليف معينة. يعني المبيعات ده بس عشان ما مصروفات اي حاجة. أي حاجة، إحنا بس كاتبين المبيعات كبند. الكلام ده موجود في الكتاب عندك صفحة 97 وصفحة 98. رابع حاجة الجامعة تنسيق خطة الإدارة، رابع حاجة. عايزين نعرف في الكلام دوت 3 حاجات. يعني ايه توازن عيني؟ كلمة توازن يعني موائمة أو تنسيق. هننسق بين ايه وايه؟ هننسق بين معايا المدخلات، معاك يا دكتور. هننسق بين المدخلات والمخرجات في صورتها الأولية، يعني في صورة كميات. دخلت 10 وحدات طلع لي 9 وحدات، يبقى اللي خرج يمثل 9 وحدات من ال10. دخلت 7 وحدات طلع لي 5 وحدات، يبقى اللي خرج يمثل 5 وحدات من ال7 اللي دخلوا. يبقى ده اسمه التوازن الايه؟ العيني. التوازن توزن العيني. معيني. طيب عايزين نشوف دلوقتي مع بعض التوازن المالي. ما هو التوازن المالي؟ بس يعني تنسيق المدخلات والمخرجات عبارة عن في صورتها الأولية العينية، أي في صورة وحدات طبيعية أو قياسية أو فنية. دي تنسيق والموائمة من النطاق الإنتاجية وبرنامج الإنتاج كمية اللازمة نوعا مختلف من خامات حجم قوى العاملة. كل اللي انت إيه الخامات قريته، تستخدمها كل مع اللي انت أي قريته ده خامات؟ اسمه المقصود بالتوازن الايه؟ العيني. العين طب ايه التوازن المالي؟ برضك موائمة وتنسيق، بس بين ايه وايه؟
بين الإيرادات والمصروفات اللي هي التكاليف، ولو الإيرادات أكتر من المصروفات تطلع النتيجة إيه؟ أرباح. يبقى التوازن المالي هو موازنة أو موائمة بين الإيرادات والتكاليف وتحديد الأرباح. طب إيه التوازن النقدي؟ موائمة وتنسيق بين المقبوضات وإيه؟ والمدفوعات. يبقى التوازن النقدي مقبوضات ومدفوعات، التوازن المالي إيرادات وتكاليف وأرباح، التوازن العيني مدخلات ومخرجات. وصلت؟ وصلت طبعا. طيب هل الموازنة حكر على نشاط معين؟ يعني الموازنة تكون مثلا في منشأة صناعية، ولا ممكن تبقى صناعية، زراعية، مالية، بنوك، تجارية، ما كل حاجة مش بس الصناعية، كل لا كل حاجة؟ حاجة. كل حاجة فيها إيه؟ موازنة. يبقى الموازنة بتنطبق على كل حاجة. الكلام دوت صفحة 99 وصفحة 100 في الكتاب. طب خطة العمل، خطة العمل في الموازنة. عندي موازنة تشغيلية. يعني إيه موازنة تشغيلية؟ يعني الموازنة اللي أنا بشغلها خلال سنة. موازنة تشغيلية يعني الموازنة اللي بتشتغل عندنا خلال سنة. صفحة 101 بتنقسم إلى مبيعات، موازنة مبيعات، موازنة إنتاج، مواد خام، مشتريات، أجور، تكاليف صناعية غير مباشرة، تكلفة بضاعة مباعة، تكاليف تسويقية، تكاليف إدارية، قائمة دخل، قائمة مركز مالي. كل دولت، كل واحدة من دول موازنة، اسمها موازنة إيه؟ تشغيلية. يعني إيه موازنة تشغيلية؟ يعني هنعمل جداول أو قوائم بتعبر عن تقديرات الأنشطة المختلفة داخل المنشأة، داخل المنشأة وهي بتشتغل. طب هي بتشتغل وتطلع النتيجة خلال سنة، يبقى الموازنة التشغيلية ديت موازنة قصيرة الأجل مدتها سنة، اللي هنطلق عليها الموازنة الجارية. يبقى الموازنة الجارية هي الموازنة التشغيلية، هي الموازنة قصيرة الأجل اللي مدتها سنة. طب دي كام واحدة؟ لا دول كتار، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 موازنة. دي اسمها الموازنة التشغيلية. احنا هنقف في العملي، هناخد الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة، كفاية هناخد خمسة بس، هناخد دول بس. الباقيين دول 6 7 8 هنسيبهم دلوقتي. طب غير الموازنة التشغيلية عندنا موازنة تانية اسمها الموازنة الاستثمارية. يعني ايه investment؟ استثمار. الاستثمار ده طويل الأجل، يبقى هي تعبر عن التخطيط طويل الأجل للمشروعات الرأسمالية والاستثمارية. أمال التشغيلية دي طويلة الأجل ولا قصيرة الأجل؟ قصيرة الأجل. قصيرة الأجل. أما الاستثمارية فهي طويلة الأجل. ثالث حاجة الموازنة النقدية. الموازنة النقدية هي مجموعة جداول بتوضح، احنا قلنا ايه الموازنة النقدية؟ ايرادات وتكاليف وارباح، ولا مقبوضات ومدفوعات؟ مقبوضات ومدفوعات. هنبتدي بقى نمسك الموازنات. اول موازنة ايراد المبيعات. المعادلات دي نحفظها. حجم المبيعات في سعر الوحدة، يعني حجم الايرادات من الغرفة في سعر الغرفة يديني الإيرادات اللي داخلة الفندق. يبقى الإيرادات اللي داخلة الفندق، أنا عندي كام غرفة؟ الغرفة بتجيب لي فلوس قد إيه؟ طب إيرادات المطعم، كام ترابيزة اشتغلت أكل، والأكل بكام؟ وهكذا. طب موازنة الإنتاج، باخد حجم المبيعات بالوحدات، موازنة الإنتاج بالوحدات، زائد مخزون آخر المدة من المنتج التام، ناقص مخزون أول المدة من المنتج التام. يبقى عندنا أجي معادلة، أجي اتنين، عندنا معادلتين. موازنة المواد المباشرة، أنا محتاج مواد قد إيه؟ المطعم بتاع الفندق محتاج فيه لحمة قد إيه؟ محتاج خضار قد إيه؟ محتاج فراخ قد إيه؟ فبنشوف احتياجاتنا. آخد برنامج الإنتاج اللي عندي
واضربه في احتياجات كل وحده، يبقى المواد المباشره اجمالي الاحتياجات، عايز احسب الت اللي هي التكلفه، باخد اجمالي الاحتياجات اللي انا جبتها في تكلفه الوحده، كيلو اللحمه ب 400 جنيه، يبقى احتياجاتي في ال 400 جنيه، انا محتاج مثلا 50 كيلو لحمه في تكلفه الوحده اللحمه ب 400 جنيه، اضرب 50 في 400 يطلع المواد المباشره. طب خطه المشتريات اشتري قد ايه؟ باخد اجمالي احتياجاتي اجمع عليها مخزون اخر المده من الماده الخام، واطرح منها مخزون اول المده من الماده الخام. طب دي خطه بالكميه، لو عايزها بالفلوس اخد الخطه بالكميه واضربها في تكلفه الوحده. طب موازنه الاستاف اللي شغال العماله، بنجيب اجمالي الساعات المطلوبه، حجم الانتاج في احتياجات الوحده كل ساعه، انا عندي 100 غرفه كل غرفه محتاجه ساعتين نظافه، يبقى ال 100 غرفه في ساعتين يطلعوا 400 ساعه. طب تكلفتهم ال 400 ساعه، احنا بنحسب الساعه ب 10 جنيه مثلا، يبقى 400 في 10 ب 4000 جنيه، ده اجمالي التكلفه. زي خمسه مثلا كيلو لحمة الكندوز الباري بقت 400 جنيه، ماشي، خمسة الضاني بقت 450 جنيه، ماشي، أما الضاني أغلى أكتر مظبوط، من الكندوز البقري. بالهنا والشفا ليك يا حبيبي. يبقى رقم خمسة موازنة تكاليف إضافية إحنا لغيناها، ستة موازنة تكاليف صناعية لغيناها، سبعة موازنة النقدية، إجمالي النقدية المتاحة الفلوس اللي عندي زائد الفلوس اللي داخلالي، أنا في جيبي 10 جنيه وداخل لي 90 جنيه، يبقى كل اللي في جيبي بقى 100 جنيه، يبقى رصيد النقدية أول الفترة زائد المبيعات النقدية. طب إجمالي النقدية المطلوبة، بشوف المدفوعات اللي أنا هدفعها والمفروض يكون باقي معايا كام، أطرح 1 ناقص 2 المعادلة الأولى أ ناقص ب، يطلع عندي فائض أو عجز، يطلع عندي فائض أو عجز. بالنسبة للشيت عشان شهر ديسمبر، لو أنت ما سلمتنيش الشيت هتجيب لي الغلاف وعليه الحل بتاعك، اللي سلمني الشيت هيكمل الحل، هتحل معانا حضرتك. تمرين رقم 4 لسه ذاكرته، حفظته كله اصلا وتمرين لغايه دلوقتي. وتمرين رقم 5 وتمرين رقم 8 ورقم 9 ورقم 10، يبقى التمارين المطلوبة 4 5 6، لأ عايزين 4 و5 و8 و9 و10، يبقى دول كام تمرين كده؟ 4، أقولهم تاني، 4 5 8 9 10، ويبقى آخر ميعاد للتسليم إن شاء الله يوم الاثنين الجاي. 4 5 لميعاد التسليم الاثنين صح؟ الاثنين الجاي إن شاء الله، 4 5 8 9 10، ماشي تمام. يا انا لسه ذاكرته حفظت كله حالا لغايه دلوقتي. شاطر يا أحمد، برافو عليك، شاطر، برافو عليك. تعال نبص كده مع بعض التمرين رقم 1، مثال رقم 1، خطة المبيعات عندنا كم وحدة؟ نساوي 9100 سعر سوي بيع ما الوحدة 100. طب بص، صراحة ده 100 9000 ده يعني بسوي 9100 حجم ما بسوي المبيعات. 900000 جنيه. طب بص كده، يبقى لو أنا طلبت منك موازنة المبيعات هتضرب ال 900 في 100 يطلع اجمالي المبيعات 900000 جنيه، خلصت، اديني حليت المطلوب الاولاني. صعبه؟ لا سهلة طبعا. سهم موازنة الإنتاج، برنامج إنتاج بيساوي حجم المبيعات موجب مخزون آخر سالب مخزون أول. مخزون اول المده 3 مخزون واخر آخر المده وجينا اسمع 4، المخزون انت الأول. محتاج الوحده من المنتج سين 5 وحدات، ومن المنبع كل وحده 2 جنيه، مخزون اول المده 1000 واخر المده 5000، وتحتاج الوحده من المنتج سين 5 ساعات، تكلفه الساعه 10 جنيه. دي مساله اروح جايبها لك كده في الامتحان، ماشي،
واديك انا اجابات، اقول لك موازنه لسه المبيعات. ذكرت، لسه ذكرت اللي انت بتظهر في الامتحان، موازنه ذكرت حسيت اللي انت المبيعات، بتظهر في الامتحان. هل موازنه المبيعات 900,000 جنيه؟ هتعملها لي انت صح ولا غلط؟ هتيجي انت بقى في الامتحان تقول حجم المبيعات في سعر الوحده تضربهم يطلع 900,000 جنيه. طب موازنه لا الانتاج، لا غلط، 900,000. هل 10,000؟ هتقول لي موازنه الانتاج حجم المبيعات مخزون اخر ناقص مخزون اول، هتحط الارقام تطلع 10,000 وحده، يبقى الاجابه صح. طيب موازنه المواد المباشره، طبعا انا بطبق القوانين، يبقى اجمالي الاحتياجات برنامج الانتاج احنا جايبينه اهو 10,000، اضربه في الوحده محتاجه 5، الوحده محتاجه 5، الكتاب صفحه 105، يطلع 50,000 وحده. كل وحده محتاجه قد ايه؟ هنروح واخدين ال 50,000 وحده واضربها في 2 جنيه، تكلفة الوحدة يطلع 100,000 جنيه. طب خطة المشتريات، بطبق القوانين، ما بعملش حاجة، بحط القانون واحط ارقام، اجمالي الاحتياجات زائد مخزون اخر ناقص مخزون اول، طلعت 54,000 وحدة. طب يبقى بالقيمة اخد 54,000 وحدة، هو ايه اللي سعر القيمة كام؟ ببص في الكتاب اهو، تحتاج الوحدة الى 10 ساعات عمل، يبقى هنضربها في خطة المشتريات بتاعتنا الوحدة ب 2 جنيه يطلع 108,000 جنيه. طب خطة العمالة، بجيب إجمالي الساعات المطلوبة، برنامج الإنتاج في احتياجات الوحدة، الكتاب صفحة 105، معلومة 3، تحتاج الوحدة من المنتج إلى 5 ساعات، يبقى 50,000 ساعة. دي مكتوبة غلط، 50,000 ساعة لأن ده إجمالي ساعات. طب تكلفة العمل، أخد ال 50,000 ساعة واضربها في 10 جنيه يطلع 500,000 جنيه. شفتوا التمرين سهل قد ايه؟ قانون حافظه سهل أوي طبعا يا دكتور. بتطبقه، قانون سهل حافظه بتطبقه. مثال 2 صفحة 107، اكتب عليه ملغي. كل ده ملغي. مثال 3 هام وهم. أنا رصيد النقدية عندي بكام؟ ده صفحة 109. رصيد النقدية عندنا بكام يا شباب؟ ب 20,000. ب20,000 جنيه. المفروض يكون عندي نقدية ب 15. طب أنا بعت بكام؟ ب 100 كاتب ودفعت ب100 جنيه، ودفعت دفعت مواد عمالة ب9. تكاليف نقدية نفقات مبيعات إدارية. المطلوب الوزنة النقدية والمالية مقدم، الوزنة النقدية أو المالية. تعال نبص كده مع بعض، بص في التمرين. طبعا احنا هنطبق الكم معادلة اللي احنا قايلينهم، الثلاث معادلات اللي احنا قايل لك احفظهم. طب الثلاث معادلات دول هتجيبهم منين؟ الكتاب صفحة 104، الثلاث معادلات. إجمالي النقدية المتاحة أهي، باخد رصيد النقدية زائد المبيعات، بطبق قانون، ولا في فكرة ولا في رقم ناقص ولا هنحل من تحت لفوق، ده جزء سهل قوي، بيبقى جزء هدية في الامتحان. هنطبق، تطلع إجمالي النقدية المتاحة 120. طب المدفوعات 40 و30 و10 و10، هو مديني المدفوعات طلعوا ب 90، وانا بدفع الفلوس لازم اكون شايل 15، يبقى لازم يبقى كل اللي عندي كام؟ 105. يبقى 105 دي مدفوعات، والمقبوضات كام؟ 120. مين اكتر؟ المقبوضات اكتر من المدفوعات، يبقى الفرق بينهم يطلع فائض مش عجز، هيطلع احنا بنقول يا فائض يا عجز، هنا هيطلع ايه؟ فائض. ده تمرين رقم 3. تمرين رقم 4 ده زي تمرين 1 هتحله انت، صفحة 111، وادي حل محلول عندك، وادي الحل محلول عندك. خلاص يبقى كده احنا وصلنا لصفحة 112. في هنا صفحة مهمة قوي عايزين نقراها مع بعض. هنخش على موازنة تدريب نشاط الفندق. بالظبط، برافو عليك، عايزين نخش بقى في حتة صغيرة طب كده. بالظبط كده يا دكتور.
نحس في حتة صغيرة مع بعض قبل ما ندخل في الموازنة الرأسمالية. بيقول لك تتأثر الموازنة التقديرية في النشاط الفندقي بعدد من العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار، صفحة 113، سواء في مرحلة تحديد الأهداف أو التنفيذ أو المتابعة. كل ده ما يهمنيش. تعتبر عملية إعداد الموازنة التقديرية لمبيعات الفندق من خدمات الإقامة والمبيت بمثابة الخطوة الأولى في سلسلة نظام الموازنة. يبقى جينا نحط تحتها خط. يبقى إيه هي الخطوة الأولى في سلسلة نظام الموازنة؟ هي موازنة الإيه؟ المبيعات. يبقى تعتبر عملية إعداد الموازنة التقديرية لمبيعات الفندق من خدمات، بيبيع الفندق إيه؟ خدمات إقامة مبيت بمثابة الخطوة الأولى في سلسلة نظام موازنة الفندق. لأن حجم المبيعات هيأثر على التنبؤات الأخرى، هيخليني أعرف هدفع تكاليف قد إيه، أجدد بقد إيه، أجيب أكل بقد إيه، أزود أوض قد إيه. يبقى كل ما بعرف حجم مبيعاتي للنزلاء أقدر أحدد بقية المعلومات. ولما كان تحديد حجم مبيعات الفندق باعتباره العامل المتحكم يحتل تلك الأهمية، لذلك بات من الضروري أن تدرس إدارة الفندق كافة العوامل ذات التأثير على ذلك العامل على المبيعات. ومن أهم العوامل المؤثرة اللازمة ما يلي: إيه الطاقة الإيوائية، يعني عندك أوض قد إيه تستوعب النزلاء، طاقتك الاستيعابية، العمال في الفندق اللي بيقدموا الخدمات قد إيه، وإيه رغبات النزلاء. في عوامل أخرى زي مدى كفاءة رأس المال المطلوب، عندنا رأس مال نقدر نوسع بيه قد إيه، نوعية الإدارة القائمة بالتشغيل، الإدارة اللي عندي كفء ولا مش كفء، اشتراطات الجهات الرقابية للدولة، الدولة بتؤمر بإيه، اللوائح والقوانين، تمام، قد تكون ذات تأثير. خلاصة القول، دي بقى تهمني خلاصة القول، إن على إدارة الفندق إنها تحصر وتحدد كل العوامل ذات، سواء كانت ذات تأثير مباشر وغير المباشر، على حجم مبيعات الفندق. أصلاً واضح إن الصفحة دي كلها بتتكلم في موازنة الإيه؟ المبيعات. وأن تتخذ التدابير وتحدد الخطوات والإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية لتلك العوامل على حجم مبيعات الفندق. كل حاجة يرجع يقول لك إيه؟ حجم مبيعات الفندق. وفي نفس الوقت ننمي العوامل الإيجابية مثل زيادة ربحية الفندق إلى أقصى حد، نشوف إيه العوامل اللي هتزود لي معدل الربحية. يبقى الموازنة التشغيلية في الفندق هنقدر نقسمها موازنة إيرادات. طب الإيرادات هتجيلك منين؟ إيرادات الغرف، إيرادات الأكل المطعم، إيرادات الخدمات الفندقية. في خدمات في الفندق بتبقى أحيانا خدمات الدايفنج، الغطس، السياحة، الألعاب المائية وهكذا. طب موازنة التكاليف او الجيم او الجيم او ما اي حاجة. والجيم، برافو عليك، تمام. موازنة التكاليف المباشرة، يبقى تكلفة الغرفة بتكلفني قد إيه الغرفة، إن أنا أفرشها وأنضفها، المطعم بيكلفني قد إيه، إن أنا أعمل مطعم صحي وفيه أكل كويس، أي تكاليف أخرى. يبقى عندنا موازنة إيرادات او بيعمل اكل دايت صحي. أو دايت صحي، كل ده يتحط في موازنة التكاليف. في تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. زي التكاليف الإدارية، الوقود، القوى، الصيانة. رابعا يبقى في موازنة إيرادات وموازنة تكاليف مباشرة وغير مباشرة. في موازنة نقدية بتظهر حركة النقدية الداخلة للفندق وحركة النقدية الخارجة من الفندق، حركة النقدية الداخلة وحركة النقدية الخارجة من الفندق. طبعا الموازنة النقدية دي بتشمل كل الموازنات اللي فاتت. أي موازنة بيبقى ليها حركة نقدية. الكلام ده متلخص في شكل اهوت الموازنة التشغيلية للفندق صفحة 115. يعني اللي على ايدك اليمين ده الكلام مكتوب، اللي على ايدك الشمال نفس الكلام بس معمول في شكل ايه؟ رسمة. نفس الكلام معمول في شكل رسمة. ماشي يا أستاذة،
ماشي يا دكتور. فاهمين؟ فاهم يا احمد؟ مفهوم قوي يا دكتور. طيب تعال بص معايا في الكتاب مثال صفحة 117. في ضوء المعلومات التالية اعمل موازنة تقديرات لإيرادات الفندق لأحد الفنادق لمدة كام يوم؟ 30 يوم، يعني لمدة شهر. الطاقة الاستيعابية، عندي جناح خاص 3 أجنحة، سعر الإقامة 1000 جنيه، ونسبة الإشغال فيه كام في المية؟ 50%. جناح عادي 2 جناح في الفندق بتمنمية جنيه الجناح، الإشغال 60%. غرفة منفردة يعني لشخص واحد 250 غرفة بتلتمية جنيه الغرفة، الإشغال 70%، يعني مش 100%. غرفة مزدوجة تاخد نفرين ب 250، الإشغال 40%. من واقع بيانات المثال السابق، هل يمكن إعداد موازنة إيرادات الغرف؟ تقول لي الغرف إيراداتها قد إيه؟ عايزين نعمل إيرادات الغرف. بص في الحل، هنعمل موازنة عن مدة إيه؟ شهر. نمسك واحدة كده أفقي، الجناح الخاص كام جناح عندك؟ 3. الفترة كام يوم؟ 30 يوم. ما هو قايل لي 30 يوم، الفترة 30 يوم. ازيك يا دادا، اخبارك ايه؟ عاملة ايه؟ عامل ايه؟ انت بخير؟ الدنيا عاملة معاك ايه ده؟ كله بخير، الحمد لله طالما انت بخير احنا بخير. الحمد لله. يبقى عندنا العدد 2، العدد سوري الجناح الخاص كام جناح؟ 3. 30 يوم، سعر الإقامة كام؟ 1000 جنيه. مظبوط يا جماعة؟ مظبوط يا دكتور. نسبة الإشغال كام في المية؟ 50%. اضرب 3 أجنحة في 30 في 1000، 3 في 30 في 1000، هيطلع 90,000. يبقى المفروض الفندق الأجنحة دي تجيب له 90,000 جنيه. هو اللي عنده كام في المية؟ نصهم 50%، يبقى هيجيبوا له 90,000 ولا يجيبوا له 45,000؟ النص، هيجيبوا له 45,000. نعملها كمان مرة، أنت عندك كام جناح عاجي؟ 2، 30 يوم، سعر الإقامة 800 جنيه، يبقى لو هنشتغل 100% يبقى 2 في 30 في 800 يطلع بكام؟ الرقم 2 في 30 في 800، هضربها معاكم اهو على الآلة الحاسبة، اتنين في 30 في 800 طلعت معايا ب 48,000. طيب هي نسبة الإشغال هتجيب لي فلوس كام في المية؟ 60%، تطلع 28,800 اهي، 28,800، يبقى ده الايرادات المتوقعه ان هتجيلي. ما انت بتعمل موازنه متوقع. طب كمان مره، الغرفه المنفرده كام؟ الطاقه الاستيعابيه 250، يبقى 250 عندنا 250 غرفه في 30 يوم، المفروض تشتغل 30 يوم، في سعر الاقامه 300 جنيه، هيطلع 2,250,000. طب هي المتوقع ان الاشغال يكون كام؟ 70% بس، يبقى هتطلع 2 مليون. احنا قلنا كام؟ 2 مليون وكام؟ في 30 في 300، 2,250,000 في 70% هتطلع 1,575,000، صح. يبقى الايراد المتوقع 1,075,000. كمان مرة هنمسك الغرفة المزدوجة، تقول لي الغرفة المزدوجة عبارة عن ايه؟ 50 أوضة عندي في الشهر 30 يوم، في سعر الإقامة 250 جنيه، يبقى دي المفروض لو فول تانك زي ما بيقولوا يعني مليانة على الآخر 375,000. طب هي هتشتغل 375,000 ولا هتاخد 40% بس؟ لا، هتشتغل نسبة الإشغال الموازنة بتقول لي 40%، هتطلع 150,000. اجمع الإيرادات المتوقعة هتطلع عند حضرتك 1,798,800، 1,798,800. دي هنا تمثل موازنة إيرادات إيه؟ مطعم ولا الغرف؟ طبعا تمثل موازنة إيرادات إيه؟ المطعم.
عشان ولا الغرف؟ المطعم. المطعم احنا قلنا هنا اكل وشرب ولا بنقول جناح وغرف نوم؟ جناح وغرف يعني الغرف. يبقى انت هتحل صفحة 118 موازنة المطعم، اكتب عليها كده موازنة المطعم. المطعم زي الاضافة كمان الكافيتيريا. ايوه اللي بيعمل الاكل والمشروبات والحاجات دي. نفس الحل اللي احنا حليناه هو هو الجدول هو عندك. هتعمل واحدة تالتة اسمها موازنة ايرادات الخدمات الفندقية، لو بتقدم خدمة زي الغسيل، الكي، التليفونات، الفاكسات، الورد، الزهور، تمام كده، تليفونات، الحلاقة، دي موازنة. دي عندك صفحة 120. يبقى كم تمرين اخدنا لغاية دلوقتي؟ صفحة 116، صفحة 116 لغاية دلوقتي، صفحة 120 لغاية مثال 4، لغاية مثال رقم 4، صفحة 122 لغاية صفحة 130، من 122 لغاية 132، لغاية صفحة 130 ملغي. ماشي يا أساتذة، يبقى كده احنا لغينا ايه كمان؟ لغينا مجموعة من الصفحات. هنتكلم بقى في الجزء اللي باقي كده في دقيقة ونخلص، كفاية عليكم كده النهاردة. هنتكلم في حاجة بسيطة قوي اسمها ايه؟ الموازنة الاستثمارية. الموازنة الاستثمارية او الرأسمالية بمعنى اصح، اللي هي طويلة ولا قصيرة الاجل؟ التطوات الاجل اكتر من سنة. طب لو هي قصيرة سيد الاجل، المصرات الاستثمارية وطول فترة الموازنة وزيادة دائمية تعمل لمخاطرة استخدام أسلوب باتخاذ القرارات وتفرق فرقة بين قرارات الاستثمار والتمويل كبر حجم الاستثمارات. ده انت اللي بتقرا ايه دول؟ ايه اللي انت قريته ده يا احمد؟ اللي انت قريته ده ايه؟ اللي انت قريته ده تحت عنوان ايه؟ الموازنة الاستثمارية والرأسمالية، اللي هي موازنة طويلة الأجل. أو موازنة طويلة الأجل يعني. طب ايه صفاتها؟ ايه مواصفاتها؟ أول صفة من صفاتها إنها بتركز على المشروعات الاستثمارية. ما إحنا قلنا مشروعات استثمارية طويلة الأجل. يعني لو أنت بتعمل كومباوند سكني ومدارس ومستشفيات وحمامات سباحة، هيخلص في سنة ولا بياخد وقت أطول؟ هياخد وقت أطول. هياخد وقت أطول، طالما بياخد وقت أطول يبقى اسمه موازنة إيه؟ استثمارية. يبقى طول زي كومباوند اللي في التجمع او اكتوبر او الشيخ زايد، ايا كان المكان. زياده اهميه عامل الايه؟ المخاطره. كل ما المده زادت كل ما المخاطره بتزيد. ليه؟ انا ممكن اكون بستورد حجيد، طب ما استيراد الحجيد دوت الدولار سعره المخاطره دي من الحاجات اللي بتحصل في مصر يا دكتور. الدولار سعره ارتفع، فلما الدولار يرتفع بيعرضني انا لتكلفه ازيد، يبقى في نوع من المخاطره. لو مثلا كل حاجة ما بتغليت يبقى مخاطرة. قامت حروب، قامت مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، كل ده مع طول المدة في عنصر الأزمات. استخدام أساليب اتخاذ القرار، في أساليب هناخدها في اتخاذ القرار. بنفرق بين قرار الاستثمار من فلوسي ولا قرار استثمار من البنوك التمويل. يبقى لازم نقول فيه كبر حجم الاستثمارات. يبقى اللي انت قريتهم دول يا احمد دي اسمها خصائص مواصفات الموازنه
طاولة الأجل اللي هي الموازنة الاستثمارية. طب بص هنا في نمرة 4، إيه أساليب استخدام اتخاذ القرارات؟ إيه الأساليب اللي هنستخدمها عشان ناخد القرارات؟ هو ده الجزء العملي. يعني الستة دول نظري، ما عندناش جزء عملي إلا رقم كام؟ 4، استخدام أساليب اتخاذ القرار. دي هنقولها المرة الجاية، العملي أهو استخدام أساليب اتخاذ القرار. هتلاقي عندنا 10 أساليب، هنقعد بقى كل واحدة عليها مسائل هنقعد نشتغل فيها مع بعض إن شاء الله. ماشي يا لسه سامي؟ ذاكرت كله شاطر، ده زي برافو. العمل أيوة صح؟ عامل تمام. عامل الكمبيوتر كده. نشوفكم على خير إن شاء الله المرة الجاية. سلام مع سلام السلامة. مع السلامة حبيبي.